يا مساء الفل والهنا والسعادة والورد على كل مشاهدينا في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بخير، مساء القوة والسعادة. معانا دلوقتي المخرج السينمائي ومنى. طبعا ازيك يا منى؟ اهلا بيكي حبيبتي. ايه الحلاوة دي؟ حبيبتي تسلمي لي. معانا المخرج السينمائي وعضو في نقابة الإعلاميين الأستاذ سابقا الأستاذ اتفضل محمود محمد شكري. اهلا وسهلا بيكي. عرفنا بقى بأهم أعمالك. لو اهم الاعمال احنا ممكن نقول مافيا، تيتو، افريكانو، عماره يعقوبيان، خليج نعمه، الجزيره، ابراهيم الابيض طبعا كمساعد. ولكن قبل كده كان طبعا اشتغلت مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ زمان خالص من حوالي 15 سنه، سنه 2005 كان مسلسل السر وحسابات اخرى، دي كانت اول بدايه ليا كمساعد. بعدها بشويه اشتغلت مع استاذه انيس دغيدي فيلم استاذه يسرى كان اسمه ما تيجي نرقص، كان اول ظهور لتامر هجرس. وبعدين اشتغلت مسلسل تاريخي الظاهر بيبرس، وبعدين دخلت برضو مسلسل تاني كان اسمه علي ويكا، كان برضو اول ظهور درامي للاستاذ مصطفى عمر، كان استاذ محمد عارفينه طبعا كلنا. يعني أقولك الاعمال القديمه شويه. لكن طبعا دي بالنسبه لقبل كده، بس بعد كده بقى دخلت بقى مافيا، الرهينه، تيتو، افريكانو طبعا، اشمعنى ابراهيم الابيض. افلامك اكتر حد طلع فيها احمد السقا. هو الموضوع بيرجع لشركه الانتاج، يعني على حسب تعاقدك مع شركه الانتاج، يعني زي كل جروب عمل بيكون متفق مع بعض. يعني زي ما حضرتك مثلا بتشتغلي مع اروى على طول مثلا، فانتوا جروب عمل مع بعض، حبيبتي. فتلاقي مثلا شركه سينرجي مثلا بتفضل المخرج الفلاني، فالمخرج الفلاني بيجيب الكاست بتاعه وهكذا. مظبوط. فبتلاقي مثلا استاذ شريف عرفه ليه الكاست بتاعه، استاذ مروان حامد ليه الكاست بتاعه، استاذ عمرو عرفه ليه الكاست بتاعه. ايوه وهكذا. وطبعا السينما دلوقتي بتلعب دور كبير جدا في حياتنا، على السوشيال ميديا او في التلفزيون. يعني الاطفال حتى دلوقتي كلهم التليفون، مش عارفه ايه التاب، كلنا دلوقتي بقينا متحضرين. بالظبط. طيب 100%. مظبوط. وكلنا طبعا عندنا تلفزيون في البيت، فالسينما ايه رايك، خطوره السينما على الاسره والمجتمع، هو ومدى كمان تاثيرها عليهم؟ هو كخطوره السينما بشكل عام حاجه، والسينما المصريه حاجه تانية خالص. يعني لو ما انا هقول لك، لو السينما خطر على الاسره والمجتمع بنسبه 100%، فالسينما المصريه في بعض الاوقات بتبقى خطر بنسبه 1000000%، اكتر بكتير. ده بسبب ان احنا دايما للاسف يعني ما بنقارنش مثلا نفسنا وما بين مثلا السينما الهنديه. السينما الهنديه بتحاول تظهر دايما في السينما بتاعتها مميزات الدوله او مميزات البلد، القيم بتاعتهم. احنا اغلب اعمالنا بتظهر المساوئ اكتر او العيوب اكتر، ويمكن دي مشكله بترجع للسيناريو او القصه شويه، لان احنا بنفتقد دلوقتي الكاتب المحترف او الكاتب اللي يقدر يظهر ازاي مميزات المجتمع. او بس في ظاهر فعلا، في بالفعل مسلسلات وافلام كده، يعني مش السينما كلها. ما بالظبط، ما انا بقول لك دي ظاهره دلوقتي. فلو احنا بنتكلم على خطوره الدراما او خطوره السينما، هي السينما والدراما عامه بتبقى عاكس للواقع. يعني المفروض وانا بتفرج على فيلم او مسلسل ابقى بتفرج على اللي بيحصل في المجتمع. طب دلوقتي لو اللي بيحصل في المجتمع ده شيء سلبي، يا ترى المفروض ان انا اطلعه في السينما او الدراما؟ لو انا طلعته فانا كده بايد ده، حتى ولو كانت نهايه الفيلم او مسلسل مثلا نهايه ايجابيه. طب ما هو دلوقتي المشاهد مش هيركز مع نهايه الفيلم او مش هيركز مع نهايه المسلسل، هو انا دلوقتي الفيلم مدته ساعه ونص، خلال الساعه ونص انا عمال اديله في سلبيات سلبيات سلبيات، لدرجه ان انا ممكن اعلم الشباب حاجات اكتئاب فساد. واخر كام دقيقه اجيب لك البطل بيتعدم. طب انا كده عملت ايه؟ انا بدل ما انا علمته حاجات كتير جدا جدا، ما قلتش قضيه بالفعل. بالظبط، ما قلتش بس قضيه. بس على الرغم من كده بتحسي ان السينما المصريه واقعيه اكتر، والهنديه على الرغم ان انت قلت اعلى من السينما المصريه، بس تتفرج عليها في الحالات اللي هو ايه، لو عايز حاجه من الخيال، يعني ممكن تلاقيه واحد بيموت وخلاص قاطع النفس وممكن يقوم تاني عايش ازاي مش عارفين. اللي انت بتقوليه ده يمكن هو سر نجاح السينما العالميه، ويمكن سينما بوليود بالذات اللي هو الناس اللي بتطير بقى والكلام، حاجات خياليه. حاجات خياليه. ما هو ده المشاهد عايزه اصلا. المشاهد اصلا مش عايز يتفرج على الواقع على قد ما هو عايز يتفرج على حاجات جديده، حاجات مختلفه. مزبوط. عشان كده السينما العالميه بتكون ناجحه جدا، وده اللي بيفرق السينما المصريه برضو عن السينما العالميه، ان الانتاج بره مختلف تماما. الانتاج بره بيصرفوا على الفيلم علشان يظهر في احسن شكل ممكن، هنا بنصرف على الفيلم علشان يطلع باقل تكلفه ممكنه. وده الفرق برضو ما بين السينما المصريه والسينما الهنديه. دي اسرار يا جماعه، اسرار بقى احنا بنقولها لكم استفادوا. بالظبط كده. طب وبالنسبه ان سنه 2020 عدت علينا كلنا للاسف صعوبات ومشاكل كتير بسبب ازمه كورونا طبعا، فبتقدر تقيم السينما المصريه بكام في الميه؟ والله هي كانت سنه صعبه جدا جدا على ناس كتير قوي، وبالرغم من كده كان في فتره السيول كان في تصوير، يعني السيول اللي فاتت في بدايه 2020 والدنيا اللي كانت بايظ دي كان في تصوير، وكان في تصوير خارجي كمان مش داخلي. ف
فبالرغم من التحديات اللي حصلت والفيروس والكلام ده كله، بس كان في شغل وكان في تصوير وكان في اعمال كتيره قوي قديمه وكان ناقص لها شويه شغل وكملوا في الوقت ده، وكان في شغل المفروض في رمضان مش هيتذاع واتذاع. يعني الحمد لله، يعني كان في شويه تحديات بس برضو كان في شغل، احنا بنجتهد جدا على الموضوع ده. ايوه. طيب نقدر بقى نستغل السينما المصريه ازاي في بناء المجتمع؟ الكاتب من ناحيه ان احنا نستغل الوجوه الشابه او الكتاب الجدد اكتر من الاسماء المعروفه. ليه؟ لان ده لو هتكلم مثلا عن الكاتب الكبير استاذ مثلا وحيد حامد، هو طبعا استاذنا كلنا، ولكن هو فكر واحد. لو كتب 10 افلام هتلاقي ال10 افلام فيهم نفس النمط او فيهم نفس الفكر. لو دلوقتي في كاتب جديد معاه مثلا سيناريو جديد او معاه فكره جديده، راح شركه انتاج ممكن محدش يشتري منه، مع انه ممكن يكون عمل ناجح جدا. فدلوقتي انا السينما او الدراما محصوره على مجموعه كتاب معروفين، انا شركه انتاج متعوده ان انا باخد من اروى او بكتب او باخد من منا، فانا باخد من كاتب واثنين وثلاثه واربعه بس، ما باخدش افكار جديده. يمكن الافكار الجديده تكون بتدعم قيم اكتر. احنا كمان عايزين نساعدهم، يعني نشجعهم. انا كاتب دلوقتي مبتدئ، انا يعني انا نفسي ده فعلا يحصل، ان احنا دلوقتي انا بكتب حاجه اهو لسه مبتدئ، فما يتبصليش ان انا ايه ده جاي تعمل ايه بالظبط. لا، في ناس ممكن ان هي تشوف العمل ده هيبقى ناجح وهيبقى حاجه في المستقبل جدا. فتاخد بقى بايدينا ونبدا نعمل الحاجه دي ونطورها، فهيكبر. ما هو برده الخبير كان مبتدئ في يوم من الايام. ده المفروض يحصل بس دلوقتي نادرا ما يحدث ده. أيوة. فبالتالي انا باخد من كاتب واحد او اثنين او ثلاثه، في ناس كتاب شطار جدا 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 موجودين بس بعيد عن الساحه، ممكن يكونوا مش عارفين يوصلوا، فشركات الانتاج ما بتعرفش تاخد من الناس دي او ما بتثقش في الناس دي او يهمها الاسم. لان المسلسل او الفيلم قبل ما بيتباع جوه مصر او للسينمات او التلفزيون او القنوات، فهو بيتباع بره. فقبل ما بيتباع بره هو بيتباع باسم المخرج واسم الكاتب واسم النجم. فلو الكاتب مش معروف قوي ده ممكن يقلل من السعر شويه. فبالتالي انا بهتم ان انا اخد من اسم كبير، بس ده برضو مش صح. أيوة. يمكن برضو اللي بيميز بره ان في كتاب كتير جدا وفي تشجيع للمواهب الجديده. اكيد ده اللي بيحصل. طب على الرغم ان السينما المصريه مش سينما عالميه، بس على الرغم من كده تلاقي ممثلين كتير من بلاد اوروبيه وبيتهربوا عشان يجوا مصر يتقنوا اللغه العربيه عشان يقدروا يخشوا السينما المصريه. ايه السر بقى في كده؟ ده عشان مصر ام الدنيا بتحتضن كل الناس. بس طب حالي بقى دلوقتي مثلا زي مثلا الفنان عمرو واكد اجتهد جدا جدا عشان يدخل السينما العالميه. الفنان طبعا عمر الشريف اجتهد جدا عشان يوصل للسينما العالميه. فلو قارنتي الفنانين المصريين اللي طلعوا بره واشتغلوا بره في السينما العالميه مقابل او مقارنه بالنجوم الاجانب اللي جم اشتغلوا في مصر، طبعا هايل فرق كبير. أيوة. فهنا احنا عندنا زي ما بيقولوا كده عقده الخواجه. على فكره يعني الكلام اللي بقوله ده ممكن يكون نقد لحاجات كتير جدا بتحصل. ممكن يكون عندي نجوم كتير قوي شابه وكويسه جدا وانا بستغنى عنهم، وبجيب نجوم من بره بتكلفني انتاج كتير قوي، مع ان انا ممكن اعوض ده بنجوم موجودين هنا. بجد الوقت عدى معاك بسرعه والفقره بتاعتنا خلصت بسرعه جدا، بس ما تروحوش في اي حته، استنونا فقره جديده ومع مطرب عالمي بعد الفاصل. جاتلي وودعتني وفي لحظه يا دوب سابتني وقالت لي كلمتين، احنا مش لبعض ويوم ما اخترنا بعض كنا غلطانين، ما لقيتش كلام اقوله وفضلت اليوم بطوله مستمع غير كلامها، وازاي قدرت تقوله اهلا بيك. الله يسلمك. حابه اعرف منك بقى مين مثلك الاعلى في المطربين؟ مثل الاعلى في المطربين طبعا الاستاذ عبد الحميد حافظ طبعا. الله. لا احسنت الاختيار فعلا. طبعا الاستاذ عظيم هاني شاكر. استاذ عمرو. عمرو دياب. انك بقى بتحب الاستاذ الكبير هاني شاكر، ايه رايك تسمعنا حاجه بصوتك؟ حاضر. بحبك لو قريب مني واحبك لو بعيد عني، واحب اسهر ليالي هواك واحب انده لبكره معاك،
وتوحشني وانا وياك، احبك لو قريب مني واحبك لو بعيد عني، واحب اسهر ليالي هواك، احب انده لبكره معاك، وتوحشني وانا وياك. اصاحب مين وغير حبك ماليش اصحاب، واكلم مين وغير قلبك ماليش احباب. انا صاحب مين وغير حبك ماليش اصحاب، واكلم مين وغير قلبك ماليش احباب. عيونك هم اصحابي وعمري وكل احبابي، وصوتك لما تتكلم يدوب قلبي في بحر حنين، وصاحب مين واكلم مين. دي كلها مين؟ برافو، بجد برافو. إيه، انت بدات تغني بقى وانت عندك كام سنه؟ انا بدات اغني وانا عندي 10 سنين. مين اللي شجعك؟ طبعا اخواتي، الوالد والوالده طبعا. الاهل دول بيبقوا سند. اكيد طبعا، هم اول حد بيكتشفوا فينا. ايوه، بيعرفوا الحاجه قبل مننا. اكيد طبعا. وطبعا الزوجه برضو لها فضل كبير، واقفه في ظهري كتير، وبنرحب بيها. ربنا يخليها لي، ربنا يخليها لي. اهلا بيكي، وبنرحب بالاولاد كمان، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك، الله يخليك. تسلمي. ايه، عايزه اعرف بقى ايه رايك في اللون الشعبي، وهل نظرتك فيه ان هو فعلا فن ولا ايه؟ اللون الشعبي طبعا فن. فن قديم. اللون الشعبي طبعا زي استاذ العدويه، الاغاني الاستاذ محمد رشدي، الفنانين العظام دول مش هيكرروا تاني. الشعبي اللي هو معنى اللي هو مهرجانات بقى وارتيجا و... لا لا، المهرجانات بشكل مهرجانات فعلا. بشكل عام. لا، انا بحترم اللون الشعبي بصفه عامه، لان اللون الشعبي طبعا انا بسمع طبعا فنان محمد رشدي، بسمع الاستاذ عدويه، فدول طبعا ما يتقارنوش باي حد. فعلا اكيد. أكيد دول طبعًا. الاصل أكيد طبعا. اكيد يا فندم. بجد كنا مبسوطين بيك، ودلوقتي نبدا بفقرتنا دلعي بشرتك مع اروى، واخده دبلوم التجميل، فركزوا معايا جدا يا جماعه. طبعا انا بقول الكلام ده ببقى عن دراسه، مش بطلع اقول اي حاجه كده وخلاص، وحاجات كمان انا مجرباها. انا تقريبا من وانا في اعدادي وانا بقعد اجرب، عامله بشرتي حقن تجاهل. فدلوقتي احنا كنا في الحلقه اللي فاتت قلنا معاكم، وطبعا بما ان هي عجبتكم وصوتوا لنا على البيج كتير قوي، احنا عايزين وصفات تاني، احنا عايزين وصفات تاني. فسريعا كده قلنا السكراب الحلقه اللي فاتت، وكان مكون من بن ومعاه عصره ليمونه وعسل، ولو عايزه تحطي معاه سكر بس ما يكونش خشن قوي علشان البشره ما تتجرحش، وحركات دائريه ضد الجاذبيه علشان تاخري ظهور التجاعيد عندك. بعد ما خلصنا الماسك السكراب ده، ندخل بقى في ماسك بيرطب البشره ويخليها جميله كده وشكلها فيها نضاره وجلوي. الماسك ده عباره عن ترمس مطحون، وبعد ما تطحنيه هتصفيه، لانه بيكون فيه كده بصور وحاجات ما بتطحنش معاكي. هتصفيه وتاخدي البودره بتاعته، هتحطي عليها زبادي او ياغورت بالنسبه للناس من العراق اللي بيتابعونا، تحيه كبيره ليكم. فهنحط الزبادي او الياغورت وبعدين البودره مع بعض والعسل، ونقلبهم ونحطهم. اول ما ينشف هنفركه، وبعدين نغسله بميه، ونحط بقى التونر وكده، يبقى دلعنا بشرتنا وعملنا. اي بيوتي سنتر هيقدر يعمل لك الحاجات دي بس بقد كده. اكيد. كمان عارفين ان الست لازم تهتم ببشرتها، فالراجل كمان لازم يهتم ببشرته، ما ينفعش يهمل بيها. يعني المفروض يكون ليه غسول معين على حسب بشرته، اذا كانت جافه او دهنيه او مختلطه، ولازم برضو يعمل ماسك الصنفره. الصابونه، الصابونه يا منى، الصابونه كلور، الصابونة. وفيها مواد كيماويه بتدمر البشره وبتظهر التجاعيد بسرعه. الصابون بيبقى فيها الصودا اكيد، الكاوية والحاجات دي، فغلط ان احنا نستخدمها على بشرنا وعلى فكره جسمنا كمان. بس احنا يعني ممكن الصابون فيه بيلطف بيطهر، ده تمام علشان بقى الكورونا وكده، لكن صابون على بشرتك لا.
اوعي بجد بلاش. ولا على بشرتك برضه، مش عايزين نبقى محايدين ما بين الستات. بس بالصابونه اوعى صابونه ولا غسول يعني متابعه تجاعيد من الظهر ما تلاقيش. وعايزين كمان الرجاله برضو يعملوا ماسك صنفره لبشرتهم مره في الاسبوع. مش هنقول لكم خلطات عشان عارفين ما عندكوش خلق للحاجات دي، بس في ماسكات صنفره جاهزه. وبرضو ماسك الزبادي بالعسل ده للستات او الرجاله مفيد جدا للبشره، وفيه كميه الفوائد اللي محتاجاها كل بشره، فاستمروا عليه. وعمر ما كان ان انا اهتم ببشرتي ده متوقف على ان انا مثلا معايا فلوس او ما معيش. لا، انا ممكن زي ما قلنا يا منى اقل حاجه ونهتم ببشرتنا بيها. يعني الزبادي مش بيكلفنا حاجه، ولا الترمس ولا حاجات دي. يعني مش لازم يبقى معايا مليون جنيه علشان اهتم ببشرتي واجيب لها منتجات في السكين كير كله بتاعي. لا، احنا ممكن باقل التكاليف وابسطها نستخدم حاجات لبشرتنا. احنا بعد ما نعمل السكراب وبعدين الماسك، احنا ممكن نعمل تونر طبيعي احنا نستخدمه. التونر ده بيبقى عباره عن ايه؟ التونر ممكن ميه ورد بقطنا ونمسح بيها وشنا كله، او نحطه في علبه اللي هي بتبقى سبراي ونرش على بشرتنا كلها. يعني كده عملنا اجدع بيوتي سنتر هتحكي فعلا ظبطناكي وباقل التكاليف. بعد لازم بقى ما تنسيش اهم حاجه منا، وهي ترطيب البشره. الترطيب لو قعدت اتكلم فيه للسنه الجايه مش هتصدقوا قد ايه هو مهم. على فكره في واحده كانت بعتها لي عندها 20 سنه وعندها تجاعيد، فبقول لها ياه 20 سنه، بتقولي والله عندي 20 سنه وعندها تجاعيد. فبيبقى التجاعيد دي ظهرت عشان هي بشرتها جافه ما رطبتهاش. لكن انت لما بترطبي بشرتك وتستخدمي سيرم النضاره واي منتج عندك، ده طبعا بيفرق في التجاعيد وبيفرق في ان هي منوره كده وشكلها حلو ولا لا. فالترطيب اهم حاجه. الترطيب ده بقى معانا كل يوم. أكيد. ممكن اي زيت عادي، او ممكن زيت اللوز الحلو او كريم، تجيبيه يكون لنوع بشرتك دهنيه جافه مختلطه وتستخدميه على بشرتك، ده هيفرق فيها جدا جدا جدا. والزيت اللوز الحلو برضو كمان مش بيرطب البشره، ده كمان بيرطب الجسم وبيبقى مرطب قوي جدا الجسم، لان في الشتاء البشره بتبقى جافه اكتر من اللازم. وبالذات لازم كمان نرطب ونهتم جدا بالبشره الجافه، لان دي اكتر بشره بيظهر فيها تجاعيد وبتحتاج ترطيب كثيف. كمان بقى بالنسبه، حابه اتكلم بالنسبه للبنات اللي بتحطي ميك اب كتير وكل يوم ومضطره لحاجه زي دي، كموديل مثلا شغلها اتعودت عليه، تمام حطيه، بس لازم قبل ما تحطيه تقفلي مسامات بشرتك عشان المكياج ما يتشربهوش البشره وتظهر الخطوط والعلامات. وفعلا المكياج اذا كان غالي او رخيص فده بيجهد البشره جدا وبيبوظها. بمناسبه احنا حابين ان احنا نقفل مسامات البشره بايه؟ اول حاجه زي ما اروى قالت ميه الورد، وقبليها كمان لو انت عندك مكعبات ثلج تمشيها على بشرتك بتقفل المسامات، وكمان بتقلل ظهور الخيوط، بتجري الدمويه تلاقي وشك كله احمر. وبعديها ميه الورد، بعديها بقى تونر طبيعي. مش لازم تشتري برايمر عشان يقفل لك المسامات، عشان لما تحطي الميك اب بشرتك ما يتشربوش. لا، ممكن جيل صبار بعد ميه الورد، ده برايمر طبيعي للبشره، تقدري بعديه تحطي الميك اب وانت مطمنه ان كده مسامات وشك اتقفلت، مفيش بشره هتتشرب الميك اب بتاعك. بمناسبه الميك اب بقى يا منى، انا حابه اقول حاجه مهمه جدا. في تقنيه دلوقتي طالعه اسمها تقريبا البيبي كلو، بيعملوا ايه فيها؟ انا عايزه اقول ان التقنيه دي غلط جدا يا بنات ان احنا نعملها. يعني انا ضد اي حد بيعملها بصراحه. التقنيه دي يا منى بتدخل كريم الاساس في البشره، انتوا متخيلين؟ يعني هي تقنيه اصلا بتشتغل على ان هي تخلي شكلك حلو مش محتاجه تحط ميك اب. فاحنا بنفرح بقى، خلاص انا شكلي هيبقى حلو على طول مش هحط ميك اب، فبجري اعملها. طب انت عرفتي انت الحاجه دي بتعمليها ازاي؟ بيستخدموا ايه اصلا عشان تحطيها في بشرتك؟ ده بيبقى كريم اساس اصلا وبيحطوه وبيدخلوه في البشره نفسها. فانت احنا بنقول غلط انه يتساب فتره طويله على البشره، فانت جايه تدخليه في البشره كلها؟ ينفع؟ لا لا طبعا. فعشان كده لازم نهتم ببشرتنا، ومش اي جلسه جديده لازم ندرسها الاول قبل ما نعملها. دي بشرتنا ما فيهاش هزار، يعني هنغلط فيها هتزهقنا. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا، وبجد الوقت عدى معاكم بصراحه جدا. وبما اننا خلاص بنودع سنه 2020 وداخلين على سنه جديده، فربنا يجعلها سنه حب علينا وسعاده وفرح وخير
خير يا رب. اللهم امين على قلوبنا وبيوتنا وعلينا جميعا. واستنونا في حلقه جديده وموضوع جديد. وهابي نيو يير والى اللقاء. باي.